وحول مؤتمر العراق للمناخ ينضم إلينا من البصرة مراسلنا مصطفى الشمري. أهلا بك مصطفى، بداية ضعنا في أجواء المؤتمر لديك، تفضل. نعم، تحية طيبة. يعني اليوم عند الحديث حول مؤتمر المناخ الذي عقد اليوم في محافظة البصرة، هذا المؤتمر هو مهم جدا لمناقشة أهم التطورات الخاصة بمعالجة التلوثات المناخية المتواجدة في العراق وفي البصرة بالتحديد. كما تعلمون اليوم محافظة البصرة هي متصدرة المدن والمحافظات بنسب التلوث بصورة كبيرة جدا، بسبب هنالك الكثير من الانبعاثات النفطية وقرب الحقول النفطية في المحافظة على المناطق السكنية. بالنتيجة اليوم التلوثات المناخية ليس فقط على العراق والبصرة بل على العالم، وتصيب العالم بالكامل هذه التغيرات المناخية والتلوثات البيئية. نتمنى أن تكون أن تعالج جميع هذه التلوثات ومعالجة مسببات الملوثات في العراق وفي البصرة بالتحديد. في هذا المؤتمر نوقشت العديد من القضايا، نوقشت العديد من القرارات المهمة بخصوص معالجة التلوثات المناخية التي المسببة من قبل الشعلات النفطية، وهنالك أيضا هنالك مخاوف كبير جدا من شح المياه وتلوث المياه. جميع هذه عوامل نوقشت في المؤتمر اليوم بحضور السيد معالي رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني إلى هذا المؤتمر. تم افتتاح المؤتمر، وأيضا هنالك الكثير من الوزراء متواجدون الآن اليوم في هذا المؤتمر، والجمعيات الخاصة بالمناخ وتفاصيلها الخاصة بمعالجة التلوثات. بالنتيجة اليوم هكذا مؤتمرات تعاني من عدم تنفيذها ما بعد المؤتمر، لكن نتمنى أن تكون التوصيات هي توصيات مهمة وتوصيات حقيقية لمعالجة كمية الملوثات في العراق. البصرة اليوم والمدن المنتجة للنفط تعاني من كمية كبيرة من الملوثات وكمية كبيرة جدا من العوامل التي تساعد على رفع نسب التلوث في العراق. بالنتيجة اليوم يعني الكل يصبو إلى مخرجات هذا الاجتماع وهذا المؤتمر بأن تكون مخرجات إيجابية جدا حتى يصل العراق إلى مسافة مهمة، وحتى يتخلص العراق من الملوثات الخاصة إن كانت عن طريق الانبعاثات النفطية أو عن طريق الملوثات الأخرى والعوامل المساعدة كتلوث المياه وتلوث يعني الجوانب الأخرى. مراسلنا من البصرة مصطفى الشمري، شكرا جزيلا لك.